مسؤولون أوكرانيون يتحدثون عن فيضانات تجتاح عدة قرى على نهر دنيبرو بعد تفجير سد خرسون. بلينكين يبدأ اليوم زيارة للسعودية، وملفات استراتيجية الأمن والاقتصاد في صلب محادثاته. البعثة الأممية في ليبيا تعلن أنها تنتظر النص الرسمي للقوانين الانتخابية كما أقرتها لجنة 6+6. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. أجلت أوكرانيا سكانا وقالت إن 16 ألف شخص في منطقة حرجة بعد تدمير جزء من سد كاخوفكا الذي تسبب بفيضانات اجتاحت عدة قرى على نهر دنيبرو. الحادث وصفته موسكو بعمل إرهابي، واتهمت روسيا أوكرانيا بتفجير السد الواقع في إقليم خرسون، وهو ما رفضته كييف، متهمة القوات الروسية بتفجيره. الرئيس الأوكراني ترأس على الفور اجتماعا لمجلس الأمن الوطني لبحث تداعيات تفجير السد بعد اتهام قواته موسكو بتفجيره. وكانت تاس نقلت عن مسؤولين روس أن لا خطورة وشيكة على محطة زابوريجيا النووية نتيجة انهيار السد. أضافت الوكالة بأن التفجير كان بواسطة قاذفات صواريخ أولكا الأوكرانية، وأوضحت الوكالة أن نصف السد تدمر وأن الانهيار متواصل. خطورة التفجير تكمن في أن انطلاق مياهه يؤدي لموجات كبيرة يصل ارتفاعها لخمسة أمتار. We'll be right back.
يبدأ اليوم وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين زيارة إلى السعودية في الفترة من 6 إلى 8 من يونيو الجاري لعقد اجتماعات تركز على العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين، فضلا عن القضايا على الساحة العالمية. الخارجية الأمريكية قالت في بيان إن بلينكين سيتطرق خلال محادثاته مع المسؤولين السعوديين إلى التعاون الاستراتيجي بين البلدين في القضايا الإقليمية والثنائية. كما أضاف البيان أن زيارة بلينكين ستشمل عقد اجتماع وزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأربعاء المقبل لمناقشة الأمن والتكامل في الشرق الأوسط. قال المسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنه إذا أدى إعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض إلى مزيد من الشفافية حول أفعالهم وأسبابها وتخفيف التوتر وتقليل أعمال طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما في ذلك اعتراض السفن في مضيق هرمز، فسيكون ذلك تطورا إيجابيا. كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أعلن إعادة افتتاح سفارة طهران في الرياض والقنصلية في جدة والممثلية في منظمة التعاون الإسلامي. أوضح كنعاني أن كل من السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة في جدة بدأتا الأنشطة بالفعل قبل توجه الحجاج الإيرانيين إلى السعودية. بحسب مصدر دبلوماسي في الرياض، فإن إعادة فتح السفارة الإيرانية سيكون مساء اليوم بحضور السفير الإيراني المعين لدى السعودية. تأتي هذه الخطوة بعد نحو 3 أشهر من اتفاق طهران والرياض على استئناف العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق توسطت فيه الصين. أفاد مراسل الحدث باندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة في حي الفتحاب ومحيط كلية القادة والأركان بجوار كوبري الفتحاب. قبل ذلك قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان إن الوضع في الخرطوم وأمدرمان وبحري لا يزال مصدر قلق كبير مع استمرار الاشتباكات. أضافت البعثة في بيان أن الأوضاع في غرب ووسط وشمال دارفور مستمرة في التدهور، مشيرة إلى أن ذلك أثر على المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال. أوضح البيان أن مسؤولي حقوق الإنسان يوثقون عشرات الحوادث بما في ذلك القتل والاعتقالات والهجمات على المستشفيات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة. أشار البيان إلى أن مسؤولي حقوق الإنسان يتواصلون مع طرفي النزاع للدعوة إلى اتخاذ إجراءات ضد الجناة ولحماية المدنيين وممتلكاتهم. مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي دان مقتل 10 لاجئين على الأقل في هجوم بالعاصمة السودانية الخرطوم. قال إن جميع المدنيين بالسودان في خطر وأشار إلى أن المفوضية تسعى للوصول إلى الناجين. أفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأنها تنتظر استلام النص الرسمي للقوانين الانتخابية في صيغتها النهائية كما أقرتها لجنة 6+6 قبل التعليق عليها أو المشاركة في أي مناسبة احتفالية بشأنها، وذلك نظرا للتقارير المتضاربة والمواد المسربة من مشاريع القوانين التي توافقت عليها اللجنة. قال المكتب الإعلامي للبعثة الأممية إن البعثة علم بإنهاء اللجنة المشتركة 6+6 مهمتها بإنجاز قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال اجتماعاتها في المغرب. شدد المكتب الإعلامي على أن الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي عبر عن دعمه للجهود الليبية لحل الأزمة السياسية وأنه رحب بلجنة 6+6 ودعمها في طرابلس أو في بوزنيقة بالمغرب. لفت المكتب أن البعثة تكلفت فريقا مختصا من الخبراء الحقوقيين لتقديم الدعم الفني اللازم للجنة.
أعلنت إدارة معبر سمالكا الحدودي بين سوريا والعراق استئناف العمل به عقب أغلاق دام 3 أسابيع متواصلة. كانت الحركة التجارية في المعبر قد توقفت تماما مع إقليم كردستان العراق في 11 مايو الماضي بعد خلافات بين قيادات كردستان العراق والإدارة الذاتية الكردية في سوريا. أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تراجع نسبة عبور المهاجرين عبر القوارب غير الشرعية بنسبة 20%، مشيرا إلى أن خطته في وقف القوارب بدأت تجني ثمارها. سوناك في مهمة للإيفاء بوعده في خفض قوارب الهجرة غير النظامية، متجاهلا أحدث نتائج استطلاع للرأي وجد أن 6 أشخاص من بين كل 10 بريطانيين يعتقدون أن سوناك بصدد الفشل في تحقيق وعوده. لكن سوناك يرى خلاف ذلك معدداً خلال خطاب ألقاه من الجانب الإنجليزي لقناة عبور المهاجرين مؤشرات نجاح خطته في وقف القوارب، معلناً عن تراجع نسبة عبور المهاجرين ب20%. ما زال أمامنا طريق طويل، لكن منذ إطلاق الخطة في الأشهر 5 الماضية انخفضت نسبة العبور ب20% مقارنة بالعام الماضي. بالإضافة إلى جهوزية سفينتين لإيواء نحو 1000 مهاجر غير قانوني وترحيل 1800 ألباني إلى بلادهم ضمن اتفاق أبرمته الحكومة مع ألبانيا. لقد أعدنا الآن 1800 مهاجر إلى ألبانيا في غضون 6 أشهر فقط. خطة سوناك وحكومته تواجه انتقادات عدة في مجلس اللوردات الذي يرى أن الخطة لا تلتفت في جوهرها إلى أخلاقيات التعامل مع المهاجرين، حجة ترى حكومة سوناك أنها كلام فقط ولا تقدم حلولا عملية للتعامل أو احتواء أزمة المهاجرين. عقبات أخلاقية وقانونية يواجهها مشروع قانون الهجرة من سياسيين وطالبي لجوء وحقوقيين وصفوا سياسات الحكومة بالقاسية ولا تأخذ بالاعتبار اللاجئين. جزء كبير من مشروع قانون الهجرة هو ببساطة غير عملي، والحكومة عملياً لن تكون قادرة على إزالة أعداد كبيرة من الأشخاص. لكن سوناك افترض أن الهاربين من الموت أو التعذيب كما تزعم روايات الآلاف من المهاجرين يعني أنهم لن يمانعوا سياسات ستبقيهم في أمان على الأقل بحسب اعتباراته. من لندن، عروب عبد الحق، الحدث. ختام هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. أعلن الإطار التنسيقي تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شيع السوداني باختيار الوزارات. التقاطعات والخلافات داخل المكونات السياسية بدت واضحة من خلال توزيع الوزارات. أتصور من أن هناك أطراف قد تضطر يعني إلى إعلان خروجها من الإطار التنسيقي. ما هو السيناريو المقترح للخروج من هذه الأزمة وتشكيل حكومة؟ ما وصل إليه السوداني إلى الآن هو وجود خلافات عميقة داخل البيت السني حول وزارة الدفاع تحديداً. ماذا عن الأكراد؟ حصة الأكراد في هذه الحكومة المرتقبة؟ الصراع الحقيقي هو الصراع داخل البيت الشيعي تحديداً الإطار التنسيقي. هناك خلاف داخل البيت السني يتمثل بتحالف السيادة وتحالف حزم. معظم الأحزاب الآن المتصارعة لديها ميليشيات ممكن أن تمارس دورها الضاغط. هل يتجاوز محمد شيع السوداني عقبة تشكيل الحكومة بعد هذه الخلافات حول الحصص؟ وقعت القذيفة الآن والشظايا تتطاير حولنا والقوات ينصرحوننا بالهروب.
حيث أن العربية والحلال أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة. ليه؟ نبتعد قليلا. مسؤولون أوكرانيون يتحدثون عن فيضانات تجتاح عدة قرى على نهر دنيبرو بعد تفجير سد خرسون. بلينكن يبدأ اليوم زيارة للسعودية وملفات استراتيجية الأمن والاقتصاد في صلب محادثاته. البعثة الأممية في ليبيا تعلن أنها تنتظر النص الرسمي للقوانين الانتخابية كما أقرتها لجنة 6+6. أهلا بكم مشاهدين إلى هذه النشرة من الحدث. أجلت أوكرانيا سكانا وقالت إن 16,000 شخص في منطقة حرجة بعد تدمير جزء من سد كاخوفكا الذي تسبب بفيضانات اجتاحت عدة قرى على نهر دنيبرو. الحادث وصفته موسكو بعمل إرهابي واتهمت روسيا أوكرانيا بتفجير السد الواقع في إقليم خرسون وهو ما رفضته كييف متهمة القوات الروسية بتفجيرها. الرئيس الأوكراني ترأس على الفور اجتماعا لمجلس الأمن الوطني لبحث تداعيات تفجير السد بعد اتهام قواته موسكو بتفجيره. وكالة تاس نقلت عن مسؤولين روس أن لا خطورة وشيكة على محطة زابوريجيا النووية نتيجة انهيار السد. أضافت الوكالة بأن التفجير كان بواسطة قاذفة صواريخ أولكا الأوكرانية. أوضحت الوكالة أن نصف السد تدمر وأن الانهيار متواصل. خطورة التفجير تكمن في أن انطلاق مياهه يؤدي لموجات كبيرة تصل ارتفاعها لخمسة أمتار.
يبدأ اليوم وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين زيارة إلى السعودية في الفترة من 6 إلى 8 من يونيو الجاري لعقد اجتماعات تركز على العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين، فضلا عن القضايا على الساحة العالمية. الخارجية الأمريكية قالت في بيان إن بلينكين سيتطرق خلال محادثاته مع المسؤولين السعوديين إلى التعاون الاستراتيجي بين البلدين في القضايا الإقليمية والثنائية. كما أضاف البيان أن زيارة بلينكين ستشمل عقد اجتماع وزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأربعاء المقبل لمناقشة الأمن والتكامل في الشرق الأوسط. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بلاده ستفتح أبواب سفاراتها لدى السعودية في الرياض وقنصليتها العامة في جدة ومكاتبها في منظمة التعاون الإسلامي اليوم. أوضح كنعاني أن كل من السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة في جدة بدأتا الأنشطة بالفعل قبل توجه الحجاج الإيرانيين إلى السعودية. بحسب مصدر دبلوماسي في الرياض، فإن إعادة فتح السفارة الإيرانية سيكون مساء اليوم بحضور السفير الإيراني المعين لدى السعودية. تأتي هذه الخطوة بعد نحو 3 أشهر من اتفاق طهران والرياض على استئناف العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق توسطت فيه الصين. وبالعودة مشاهدينا إلى تفجير سد خيرسون، ننتقل إلى الصحفي محمد البابا من كييف وما التفاصيل الجديدة والمعلومات المتاحة حتى اللحظة حول ملابسات تدمير هذا السد. مرحبا مجددا. يعني بحسب وسائل الإعلام الأوكرانية ووزارة الداخلية الأوكرانية، هناك 7 بلدات أوكرانية قد غمرتها المياه بشكل جزئي أو كلي، تقع بالضفة الغربية لنهر دنيبر تحت، يعني على بعد 10 إلى 30 كيلومتر جنوب نوفي كاخوفكا. يعني وبحسب أيضا وسائل الإعلام الأوكرانية وما يتداول، أن القوات الروسية كانت سابقا قد فخخت يعني سد نوفي كاخوفكا ومحطة نوفي كاخوفكا الكهرومائية، وقامت بتفجيرها اليوم لمنع الهجوم المضاد في منطقة في مقاطعة خرسون وحصر العمليات في قطاع الدنباس وتعطيل الخطة الأوكرانية بالوصول إلى منطقة ميليتوبيل وأيضا إلى منطقة بريديانس. الآن يعني يتم الحديث في أوكرانيا عن كارثة إنسانية كبيرة، جزء كبير من الأراضي الأوكرانية في مقاطعة خرسون ستتعرض لكارثة بيئية وكارثة إنسانية بفعل يعني الارتفاع منسوب المياه. حتى هذه اللحظة يتداول أنه في بعض المناطق ارتفع منسوب المياه إلى أكثر من 10 أمتار، وفي مناطق وصل إلى 16 و18 مترا، وأيضا في مناطق بين 8 إلى 7 أمتار، وتمتد يعني تستمر تدفق المياه جنوبا وخاصة جنوب يعني نوفي كاخوفكا باتجاه مدينة خرسون. عمليات الإجلاء كانت قد بدأت يعني في ساعات يعني في قباء يعني بعيدة الانفجار. السلطات الأوكرانية تدعو المواطنين في مدينة خرسون بالخروج فورا، يعني هناك قطار سيخرج بعد حوالي 20 دقيقة، هذا القطار لإجلاء قطار إنساني لإجلاء السكان من مدينة خرسون باتجاه نيكولايف ومنها إلى العمق الأوكراني. يعني وزارة الطوارئ الأوكرانية بدأت بإعداد خطط لإجلاء المدنيين بشكل فوري وكامل وشامل من تلك المناطق، لأنه يعني لكن محمد، هل تستطيع فعلا السلطات الأوكرانية أن تساهم في عملية الإجلاء في منطقة تسيطر عليها وتتواجد فيها روسيا؟ لنكن واضحين، نهر دنيبر يعني جنوب منطقة نوفي كاخوفكا هي منطقة منقسمة السيطرة. الضفة الشرقية لنهر دنيبر هي مناطق تحت سيطرة القوات الروسية، الضفة الغربية تحت سيطرة المناطق الأوكرانية. جزء كبير من البلدات تقع تحت سيطرة القوات الأوكرانية، وأيضا هناك جزء من البلدات تحت سيطرة القوات الروسية، والمياه تغمر الطرفين. يعني المياه تدخل من الضفة الشمالية والضفة الشرقية والضفة الغربية، لذلك الطرفين متأثران. ولكن امتداد المياه، وكنت أتابع أحد القنوات الأوكرانية تتحدث عن طريقة خروج المياه، هي لا تصل مباشرة إلى شبه جزيرة القرم، بل تأتي ضمن أخدود
يعني جغرافي بين مدينة خرسون وباتجاه نيكولايف وباتجاه البحر الأسود، دون أن يكون الفيضان متجه جنوبا شرقا باتجاه شبه جزيرة القرم. ولكن يعني هناك مشكلة وأثر بيئي كبير، إضافة إلى خطر كبير على مفاعل إنرجادار النووي، خاصة أنه بالقرب من مفاعل إنرجادار النووي هناك بركة مياه يستخدم المياه فيها في تبريد المفاعل النووي، وانخفض منسوب المياه من 20 مترا إلى 16 ونصف حتى هذه اللحظة. يعني 16 مترا هي الحد الأدنى لانخفاض مستوى المياه، في حال انخفضت أقل ستؤثر على عملية تبريد المفاعل النووي، ما قد يؤثر يعني مستقبلا على هذه المنشأة، ولكن الآن المنشأة بوضع آمن وسليم. نعم، ونحن سنعود إليك تباعا مع كل التطورات الجديدة، وأشكرك حتى اللحظة الصحفي محمد البابا، كنت معنا من كييف. شكرا. أفاد مراسل الحدث باندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة في حي الفتحاب ومحيط كلية القادة والأركان بجوار جسر الفتحاب. قبل ذلك قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان إن الوضع في الخرطوم وأم درمان وبحري لا يزال مصدر قلق كبير مع استمرار الاشتباكات. أضافت البعثة في بيان أن الأوضاع في غرب ووسط وشمال دارفور مستمرة في التدهور، مشيرة إلى أن ذلك أثر على المدنيين بما فيهم النساء والأطفال. أوضح البيان أن مسؤولي حقوق الإنسان يوثقون عشرات الحوادث بما في ذلك القتل والاعتقالات والهجمات على المستشفيات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة. أشار البيان إلى أن مسؤولي حقوق الإنسان يتواصلون مع طرفي النزاع للدعوة إلى اتخاذ إجراءات ضد الجناة ولحماية المدنيين وممتلكاتهم. مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي دان مقتل 10 لاجئين على الأقل في هجوم بالعاصمة السودانية الخرطوم. قال إن جميع المدنيين بالسودان في خطر. أشار إلى أن المفوضية تسعى للوصول إلى الناجين. نفذت الولايات المتحدة الأمريكية تهديداتها بفرض عقوبات على مجموعة من الشركات السودانية التابعة لطرفي الصراع بالسودان من قوات الجيش والدعم السريع بعد خرق الهدنة التي ترعاها. وضمت العقوبات أهم الشركات التي تختص بتعدين وتصدير الذهب شريان الاقتصاد السوداني. لن يحسم الصراع في السودان الهيمنة السياسية والعسكرية في أقطار البلاد فقط، بل سيكتب مصير استثمارات تقدر بمليارات الدولارات. الذهب أحد مفاتيح السودان الكبير وأهمها في تغذية النزاع الدائري منذ شهر ونصف، ليس جديداً لكنه يتجدد. منذ أواخر القرن التاسع عشر بدأت الدول الاستعمارية الكبرى بالبحث عن مصادر لتمويل حروبها. كان السودان لا يزال أرضاً بكراً منجماً للعتاد البشري والذهب الأصفر. نعمة تحولت إلى نقمة، الأطماع الخارجية والداخلية لم تتوقف حتى بعد الاستقلال بل استشرت. العام الماضي صدر السودان فقط نحو ثلث ما ينتجه من الذهب، 30 طناً فقط من أصل 100 طن ذهبت عوائدها إلى خزينة الدولة، والباقي تم تهريبه إلى الخارج. وبعائداته يمول الجيش السوداني والدعم السريع عتادهما العسكري والبشري. لتشفيف منابع التمويل فرضت واشنطن مؤخراً عقوبات على شركات تهمت بإذكاء الصراع السوداني، منها شركتان مرتبطتان بالجيش وأخريان تتبعان لقوات الدعم السريع، إحداهما تختص في تعدين الذهب، إذ يدير قائد الدعم السريع جزءاً كبيراً من مناجم الذهب، كما أن للجيش شركات تدعم التنقيب بحسب تقرير أمريكي. في السودان تتوزع مناجم الذهب في صحارى وجبال شرق نهر النيل وفي محاذاة البحر الأحمر وأعلى سلسلة جبال البحر الأحمر ومناطق جبال النوبة وإقليمي كردفان ودارفور، لكن اتساع رقعة الحرب واستمرارها سيكبد البلد خسائر كبيرة تزيد من متوسط معدلات التضخم التي بلغت نسبتها 700%، وسيفقده 2.5 مليار دولار من عائداته.
المفارقة أن حق تصدير الذهب لا يمنح إلا لشركات أجنبية تجاوز عددها 400، تستحوذ على نحو 300 كيلومتر مربع من أماكن الامتياز. أما البنك المركزي فيقتصر دوره على عمليات الشراء لبناء الاحتياطات فقط، فيما يقوم الجيش وقوات الدعم بتأمين الحماية لهذه الشركات ولشركات أخرى تعمل بشكل غير رسمي على الأراضي السودانية. أفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأنها تنتظر استلام النص الرسمي للقوانين الانتخابية في صيغتها النهائية كما أقرتها لجنة 6+6 قبل التعليق عليها أو المشاركة في أي مناسبات احتفالية بشأنها، وذلك نظرا للتقارير المتضاربة والمواد المسربة من مشاريع القوانين التي توافقت عليها اللجنة. قال المكتب الإعلامي للبعثة الأممية إن البعثة علم بإنهاء اللجنة المشتركة 6+6 مهمتها بإنجاز قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال اجتماعاتها في المغرب. شدد المكتب الإعلامي على أن الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي عبر عن دعمه للجهود الليبية لحل الأزمة السياسية، وأنه رحب بلجنة 6+6 ودعمها في طرابلس أو في بوزنيقة بالمغرب. ولفت المكتب أن البعثة كلفت فريقا مختصا من الخبراء الحقوقيين لتقديم الدعم الفني اللازم للجنة. يعيش أهالي الأهوار الجنوبية في العراق أزمة جفاف غير مسبوقة أدت إلى نفوق الأسماك وتسبب بموجات هجرة للسكان، أزمة تعود لسنوات طويلة بعد أن بنت تركيا وإيران سدودا على نهري دجلة والفرات. الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم وسط تحذير من كارثة بيئية بسبب انحسار مناطق المياه العميقة بحسب الخبراء. سدود تركية إيرانية بنيت قبل سنوات على هذه المياه، تقاسم الجيران الخيرات ودفع صاحبها الثمن. على شاطئ الأهوار الجنوبي بالعراق يقف الصيادون يتأملون زوارقهم المهجورة من جهة وعذوبة المياه من جهة أخرى، لربما يكون الرزق وفيراً، يجرفون صيداً قاتماً سمكات صغيرة تصلح فقط لعلف الحيوانات. يستذكرون أياماً كانت هذه الأرض تفيض بالمياه العذبة على امتداد النظر. الماي جفاف كلش، اولا السدود سادين علينا الماي، وثانيا الماي هو نفسه تجاف، ماكو ماي قوي. واحنا ناس معانين، حلالنا موت كتل الجوع. اكتفاء ذاتي ووفرة في المياه، هكذا كان الحال في الأهوار قبل سنوات. حروب وأزمات سياسية عصفت بالمنطقة، فتبدل الحال وصار السكان هم الخاسر الأكبر، وتحول النزوح بحثاً عن مهنة جديدة الخيار الأول. آلاف الصيايد هي اللي تركت، وظائف ماكو، عمل ماكو. أنا بالنسبة لي لا أحصل وظيفة، بالنسبة يعني تفيدني أقدر أسدن، بالنسبة لي هذا العمل ميسد، يعني شيء بسيط. هذه المنطقة كانت محمية طبيعية ضمن لائحة التراث العالمي قبل 6 سنوات، لكن حالة الجفاف القائم مدفوع بعاصفة كاملة من العوامل المسببة يقول الخبراء. ورغم إعلان الحكومة عن خطط للحد من الجفاف، إلا أن تحذيرات كبيرة يطلقها المختصون بكارثة بيئية قريبة. هذه المناطق إحياءها بالماء العذب، هذا شيء ثابت، وأيضا إحيائها بأن تكون محمية. على الدولة أن تلتفت بشكل واقعي، والدولة أيضا أنا أعتقد أنه الدولة هي ما تشوف الأهوار إلا بالخارطة. موجات نزوح كبيرة يعيشها آلاف العراقيين بحثا عن أرض وفرة بالمياه والرزق، بعدما تحولت مستنقعات الأهوار إلى بنية قائمة مليئة بالزوارق الخشبية المهجورة والأسماك الميتة.
يسارع عدد من الجمهوريين لإعلان الترشح للرئاسة الأمريكية في وقت يشهد هذا الأسبوع الإعلان الرسمي لنائب الرئيس السابق مايك بينس عن ترشحه رسميا. هذا وما يزال دونالد ترامب يتمتع بالشعبية الأكبر لدى الجمهوريين رغم أن معارضيه يبحثون إمكانية إحباط مساعيه. يبدو الباب مفتوحا أمام الجمهوريين لإطلاق حملاتهم الانتخابية والطموح إلى ترشيح الحزب لأحدهم في الانتخابات الرئاسية، وقد تجمعوا في ولاية أيوا للتحدث إلى الناخبين بضيافة السناتور الجمهورية جوني أرنست. سنسمع من مرشحين رئاسيين مميزين جدا. الغائب الأكبر كان دونالد ترامب، وهو يتقدم على جميع المرشحين ويحظى بتأييد 50% من الجمهوريين، فيما يحظى حاكم فلوريدا دي سانتس بمعدل 20%، والآخرون لا يتعدى تأييد كل واحد منهم 5%. هناك فرصة للتغيير ورأي الناس سيتغير، فترامب الآن يحظى بشعبية مبنية على ولايته الأولى في البيت الأبيض. عمل أغلب المرشحين في ظل رئاسة دونالد ترامب أو تحالفوا معه، لكنهم يطرحون أنفسهم الآن بدائل عنه، وتجتهد المرشحة نيكي هيلي في القول أنه يجب البحث عن قيادة جديدة. ما كان يجب أن يحصل أي من هذا، توفرت سنة كاملة لبايدن ليمنع الحرب في أوكرانيا ولم يفعل شيئا. فيما يدخل مايك بينس السباق وهو يتهم دونالد ترامب بتعريض سلامته للخطر لدى اجتياح مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021. علاقتنا لم تنتهي على خير وافترقنا بصداقة، أما الآن فأنظر إلى المستقبل وأقول إن لدينا خيارات أفضل. من الصدف الجيدة أن بيتر روف يعرف مايك بينس جيدا. أعرف مايك بينس منذ زمن طويل وقبل أن يكون نائبا في الكونغرس. مايك بينس مؤمن بأسس إيمانه، الغفران والكبر مهمان جدا لديه، ولا أعتقد أنه يترشح لأنه يريد عرقلة دونالد ترامب. حاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي انسحب لصالح ترامب في العام 2016، لكن ترامب تخلى عن خدماته خلال المرحلة الانتقالية، ويحتفظ كريستي بغضب ضد الرئيس السابق منذ ذلك الحين. مرة جديدة تبدو الانتخابات الرئاسية الأمريكية وكأنها بشأن ترامب، فهو يحتفظ بأعلى شعبية لدى الجمهوريين، والمرشحون الجدد يراهنون على تراجع هذه الشعبية مع بدء الانتخابات التمهيدية. بيير غانم، الحدث، واشنطن. أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تراجع نسبة عبور المهاجرين عبر القوارب غير الشرعية بنسبة 20%، مشيرا إلى أن خطته في وقف القوارب بدأت تجني ثمارها. سوناك في مهمة للإيفاء بوعده في خفض قوارب الهجرة غير النظامية، متجاهلا أحدث نتائج استطلاع للرأي وجد أن 6 أشخاص من بين كل 10 بريطانيين يعتقدون أن سوناك بصدد الفشل في تحقيق وعوده. لكن سوناك يرى خلاف ذلك، معددا خلال خطاب ألقاه من الجانب الإنجليزي لقناة عبور المهاجرين مؤشرات نجاح خطته في وقف القوارب، معلنا عن تراجع نسبة عبور المهاجرين 20%. ما زال أمامنا طريق طويل، لكن منذ إطلاق الخطة في الأشهر 5 الماضية انخفضت نسبة العبور 20% مقارنة بالعام الماضي. بالإضافة إلى جهوزية سفينتين لإيواء نحو 1000 مهاجر غير قانوني وترحيل 1800 ألباني إلى بلادهم ضمن اتفاق أبرمته الحكومة مع ألبانيا. لقد أعدنا الآن 1800 مهاجر إلى ألبانيا في غضون 6 أشهر فقط. خطة سوناك وحكومته تواجه انتقادات عدة في مجلس اللوردات الذي يرى أن الخطة لا تلتفت في جوهرها إلى أخلاقيات التعامل مع المهاجرين، حجة ترى حكومة سوناك أنها كلام فقط ولا تقدم حلولا عملية للتعامل أو احتواء أزمة المهاجرين. عقبات أخلاقية وقانونية يواجهها مشروع قانون الهجرة من سياسيين وطالبي لجوء وحقوقيين وصفوا سياسات الحكومة بالقاسية ولا تأخذ بالاعتبار اللاجئين
جزء كبير من مشروع قانون الهجرة هو ببساطة غير عملي، والحكومة عملياً لن تكون قادرة على إزالة أعداد كبيرة من الأشخاص. لكن سوناك افترض أن الهاربين من الموت أو التعذيب كما تزعم روايات الآلاف من المهاجرين، يعني أنهم لن يمانعوا سياسات ستبقيهم في أمان على الأقل بحسب اعتباراته. من لندن، عروب عبد الحق، الحدث. في لندن استمع قاضي المحكمة العليا إلى إفادات فريقي الدفاع والادعاء في افتتاح جلسات قضية رفعها هاري نجل الملك تشارلز ضد ناشر صحيفة ميرور بجمع معلومات خاصة عنه وآخرين نشرتها الصحيفة بطرق غير شرعية تشمل قرصنة هاتفه ورسائله. عشرات القنوات المحلية والدولية أمام المحكمة العليا في لندن تتابع مقاضاة الأمير هاري وشخصيات مشهورة لصحيفة ميرور لنشرها معلومات عنهم بشكل غير قانوني. لكن بعد كل الانتظار لم ترصد الكاميرات وصول الأمير هاري لغيابه عن الجلسة الافتتاحية في المحكمة لأسباب تتعلق بعرض بيانات وأدلة تتطلب يوما كاملا بحسب محاميه، وهو ما اعتبره فريق دفاع صحيفة ميرور مضيعة للوقت، خصوصا وأنه يريد التدقيق في أدلة المرافعة باستجواب الأمير هاري كشاهد لدحض ادعاءاته بأن نشر معلوماته كانت بطرق غير شرعية. سواء ربح أو خسر القضية فهو يريد إحراج وسائل الإعلام وبعض أفراد العائلة المالكة من خلال هذه المحاكمة، فهذه بالنسبة له حملة يصر على قيادتها فيما يعتقد الآخرون أنه هوس مرضي. الأمير هاري اختار المواجهة والإدلاء بإفادته كأول شاهد لفرد من العائلة الملكية منذ أكثر من قرن من الزمن، يحمل الصحف الشعبية مسؤولية مقتل والدته ديانا واضطراب علاقته بالعائلة المالكة التي دأبت على تجنب المحاكم لمنع الإدلاء بشهادتها بشأن أمور قد تكون محرجة. يوم تاريخي في القضاء البريطاني عندما يدلي الأمير هاري بشهادته في المحكمة، وقد يكشف المزيد من أسرار العائلة المالكة ليعمق خلافاته معها ومخالفة التقليد بمقاضاة الصحيفة على ما يزعم أنه ضد رغبات والده الملك تشارلز الثالث الذي يقضي إجازة خاصة في رومانيا. مصطفى زارو، الحدث، لندن. إذا مشاهدينا، ختام هذه الساعة ونبقى في متابعة لكل التطورات أو أي معلومات جديدة ترشح عن تدمير سد نوفاكوف اليوم وسط تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان محور الحدث. تداعياته. تابع الحدث
في مكانه وزمانه. مسؤولون أوكرانيون يتحدثون عن فيضانات تجتاح عدة قرى على نهر دنيبرو بعد تفجير سد خرسون. بلينكين يبدأ اليوم زيارة للسعودية، وملفات استراتيجية الأمن والاقتصاد في صلب محادثاته. البعثة الأممية في ليبيا تعلن أنها تنتظر النص الرسمي للقوانين الانتخابية كما أقرتها لجنة 6+6. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. أجلت أوكرانيا سكانا وقالت إن 16,000 شخص في منطقة حرجة بعد تدمير جزء من سد كاخوفكا الذي تسبب بفيضانات اجتاحت عدة قرى على نهر دنيبرو. الحادث وصفته موسكو بعمل إرهابي، واتهمت روسيا أوكرانيا بتفجير السد الواقع في إقليم خرسون، وهو ما رفضته كييف، متهمة القوات الروسية بتفجيره. الرئيس الأوكراني ترأس على الفور اجتماعا لمجلس الأمن الوطني لبحث تداعيات تفجير السد بعد اتهام قواته موسكو بتفجيره. وكانت تاس نقلت عن مسؤولين روس أن لا خطورة وشيكة على محطة زابوريجيا النووية نتيجة انهيار السد. أضافت الوكالة بأن التفجير كان بواسطة قاذفات صواريخ أولكا الأوكرانية، وأوضحت الوكالة أن نصف السد تدمر وأن الانهيار متواصل. خطورة التفجير تكمن في أن انطلاق مياهه يؤدي لموجات كبيرة يصل ارتفاعها لخمسة أمتار. We'll be right back.
يبدأ اليوم وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين زيارة إلى السعودية في الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجاري لعقد اجتماعات تركز على العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين فضلا عن القضايا على الساحة العالمية. الخارجية الأمريكية قالت في بيان إن بلينكين سيتطرق خلال محادثاته مع المسؤولين السعوديين إلى التعاون الاستراتيجي بين البلدين في القضايا الإقليمية والثنائية. كما أضاف البيان أن زيارة بلينكين ستشمل عقد اجتماع وزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الأربعاء المقبل لمناقشة الأمن والتكامل في الشرق الأوسط. قال المسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنه إذا أدى إعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض إلى مزيد من الشفافية حول أفعالهم وأسبابها وتخفيف التوتر وتقليل أعمال طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة بما في ذلك اعتراض السفن في مضيق هرمز فسيكون ذلك تطورا إيجابيا. كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أعلن إعادة افتتاح سفارة طهران في الرياض والقنصلية في جدة والممثلية في منظمة التعاون الإسلامي. أوضح كنعاني أن كل من السفارة الإيرانية في الرياض والقنصلية العامة في جدة بدأتا الأنشطة بالفعل قبل توجه الحجاج الإيرانيين إلى السعودية. بحسب مصدر دبلوماسي في الرياض فإن إعادة فتح السفارة الإيرانية سيكون مساء اليوم بحضور السفير الإيراني المعين لدى السعودية. تأتي هذه الخطوة بعد نحو 3 أشهر من اتفاق طهران والرياض على استئناف العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق توسطت فيه الصين. أفاد مراسل الحدث باندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة في حي الفتحاب ومحيط كلية القادة والأركان بجوار كوبري الفتحاب. قبل ذلك قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان إن الوضع في الخرطوم وأمدرمان وبحري لا يزال مصدر قلق كبير مع استمرار الاشتباكات. أضافت البعثة في بيان أن الأوضاع في غرب ووسط وشمال دارفور مستمرة في التدهور مشيرة إلى أن ذلك أثر على المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال. أوضح البيان أن مسؤولي حقوق الإنسان يوثقون عشرات الحوادث بما في ذلك القتل والاعتقالات والهجمات على المستشفيات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة. أشار البيان إلى أن مسؤولي حقوق الإنسان يتواصلون مع طرفي النزاع للدعوة إلى اتخاذ إجراءات ضد الجناة ولحماية المدنيين وممتلكاتهم. مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي دان مقتل 10 لاجئين على الأقل في هجوم بالعاصمة السودانية الخرطوم. قال إن جميع المدنيين بالسودان في خطر وأشار إلى أن المفوضية تسعى للوصول إلى الناجين. أفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأنها تنتظر استلام النص الرسمي للقوانين الانتخابية في صيغتها النهائية كما أقرتها لجنة 6+6 قبل التعليق عليها أو المشاركة في أي مناسبة احتفالية بشأنها، وذلك نظرا للتقارير المتضاربة والمواد المسربة من مشاريع القوانين التي توافقت عليها اللجنة. قال المكتب الإعلامي للبعثة الأممية إن البعثة علم بإنهاء اللجنة المشتركة 6+6 مهمتها بإنجاز قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال اجتماعاتها في المغرب. شدد المكتب الإعلامي على أن الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي عبر عن دعمه للجهود الليبية لحل الأزمة السياسية وأنه رحب بلجنة 6+6 ودعمها في طرابلس أو في بوزنيقة بالمغرب. لفت المكتب أن البعثة كلفت فريقا مختصا من الخبراء الحقوقيين لتقديم الدعم الفني اللازم للجنة.
أعلنت إدارة معبر سمالكا الحدودي بين سوريا والعراق استئناف العمل به عقب أغلاق دام 3 أسابيع متواصلة. كانت الحركة التجارية في المعبر قد توقفت تماما مع إقليم كردستان العراق في 11 مايو الماضي بعد خلافات بين قيادات كردستان العراق والإدارة الذاتية الكردية في سوريا. أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تراجع نسبة عبور المهاجرين عبر القوارب غير الشرعية بنسبة 20%، مشيرا إلى أن خطته في وقف القوارب بدأت تجني ثمارها. سوناك في مهمة للإيفاء بوعده في خفض قوارب الهجرة غير النظامية، متجاهلا أحدث نتائج استطلاع للرأي وجد أن 6 أشخاص من بين كل 10 بريطانيين يعتقدون أن سوناك بصدد الفشل في تحقيق وعوده. لكن سوناك يرى خلاف ذلك، معددا خلال خطاب ألقاه من الجانب الإنجليزي لقناة عبور المهاجرين مؤشرات نجاح خطته في وقف القوارب، معلنا عن تراجع نسبة عبور المهاجرين ب20%. ما زال أمامنا طريق طويل، لكن منذ إطلاق الخطة في الأشهر 5 الماضية انخفضت نسبة العبور ب20% مقارنة بالعام الماضي. بالإضافة إلى جهوزية سفينتين لإيواء نحو 1000 مهاجر غير قانوني وترحيل 1800 ألباني إلى بلادهم ضمن اتفاق أبرمته الحكومة مع ألبانيا. لقد أعدنا الآن 1800 مهاجر إلى ألبانيا في غضون 6 أشهر فقط. خطة سوناك وحكومته تواجه انتقادات عدة في مجلس اللوردات الذي يرى أن الخطة لا تلتفت في جوهرها إلى أخلاقيات التعامل مع المهاجرين، حجة ترى حكومة سوناك أنها كلام فقط ولا تقدم حلولاً عملية للتعامل أو احتواء أزمة المهاجرين. عقبات أخلاقية وقانونية يواجهها مشروع قانون الهجرة من سياسيين وطالبي لجوء وحقوقيين وصفوا سياسات الحكومة بالقاسية ولا تأخذ بالاعتبار اللاجئين. جزء كبير من مشروع قانون الهجرة هو ببساطة غير عملي، والحكومة عملياً لن تكون قادرة على إزالة أعداد كبيرة من الأشخاص. لكن سوناك افترض أن الهاربين من الموت أو التعذيب كما تزعم روايات الآلاف من المهاجرين يعني أنهم لن يمانعوا سياسات ستبقيهم في أمان على الأقل بحسب اعتباراته. من لندن، عروب عبد الحق، الحدث. ختام هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.